يدعم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة خطط التنمية الشاملة المستدامة للدولة، ويشارك مع أجهزة الدولة المختلفة والمراكز العلمية والبحثية المتخصصة في العديد من المشروعات، ومن بينها مشروع توشكا الذي يعتبر إضافة جديدة للأمن الغذائي وللثروة الزراعية. كلمة اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم، يطيب لي أن أرحب بسيادتكم في إحدى بقاع جنوب مصر التي تفيض بالخير وتجود بالعطاء وتخرج لنا من باطنها زرعاً مختلفاً ألوانه. وبعد مضي 4 أشهر من افتتاح مزرعة توشكا، يأتي لقاؤنا اليوم تأكيداً على العهد الذي قطعناه على أنفسنا بالسعي نحو محاولة سد الفجوة الغذائية من المحاصيل الهامة والأساسية، وخاصة محصول القمح الذي يعد أهم هذه المحاصيل وأكثرها تأثيراً على الحياة اليومية المصرية. وها نحن اليوم نحصد ما غرزته أيادينا في بداية موسم الحصاد لهذه السلعة الاستراتيجية التي تحظى بعناية كبيرة وبأهمية قصوى لدى الدولة المصرية، التي خطت خطوات كبيرة نحو العمل على زيادة المساحات المنزرعة بها والاعتماد بشكل متزايد على ما تخرج لنا أرض مصر الطيبة من نواتج هذا المحصول الاستراتيجي. سيادة الرئيس، مع احتفالاتنا هذه الأيام بالعديد من المناسبات الدينية والقومية، تهب علينا نسمات الخير والبركة وكأنها رسالة ربانية بأن الله سبحانه وتعالى سيبقى حافظاً لهذه الأمة من تقلبات الزمن والمتغيرات الحادة والمتسارعة التي تواجهنا في هذه الأيام، وأننا إذ ننتهز هذه المناسبة كي نهنئ سيادتكم وشعب مصر العظيم بأعياد تحرير سيناء الحبيبة، وكذا ذكراً صار العاشر من رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما نوجه التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعين الله عز وجل أن يديم علينا وحدتنا التي هي أهم أسرار صلابة وتماسك هذا الوطن. سيادة الرئيس، تنفيذاً لتوجيهات سيادتكم المستمرة وتحقيقاً لمفهوم الأمن الغذائي، ومساهمة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في دعم الاقتصاد القومي، فقد تم استصلاح وزراعة 220 ألف فدان من محصول القمح بكل من توشكا والعينات والفرفرة وعين دالة بإجمالي إنتاجية مستهدفة تصل إلى 550 ألف طن، تخزن بصوامع وزارة التموين والتجارة الداخلية وشركة سايلو فودز. ونتطلع في نهاية هذا العام والعام المقبل إن شاء الله إلى استصلاح وزراعة 530 ألف فدان إضافية ضمن المرحلة الثانية والثالثة من مشروع توشكا، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات المعنية بالدولة، ليصبح الإجمالي 750 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 2 مليون طن، وذلك طبقاً لأقصى مقنن مائي بالمنطقة. وفي المستقبل القريب يتم إضافة 400 ألف فدان بمنطقة الضبعة ضمن مشروع الدلتا الجديدة، ليصبح الإجمالي العام 1.2 مليون فدان بإجمالي إنتاجية مستهدفة 3 مليون طن. سيادة الرئيس، لم يقتصر دور جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على الزراعة فقط، بل امتد إلى التعاون مع أجهزة الدولة في توفير السلع الغذائية الاستراتيجية من خلال 1400 منفذ ثابت ومتحرك في كافة ربوع الجمهورية وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلي من 20 إلى 30%، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والمحافظات. وفي مجال اهتمام سيادتكم ببناء أجيال جديدة قوية وقادرة على تحمل المسؤولية، كانت توجيهات سيادتكم بالاشتراك مع الجهات المعنية والقطاع الخاص في توفير التغذية المدرسية لطلبة المدارس بتوزيع 600 مليون وجبة على مدار العام الدراسي الحالي ل 13.5 مليون طالب، فضلاً عن إنشاء المشروعات الجديدة المخطط افتتاحها خلال هذا العام بمشيئة الله
بمجمعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية المتكاملة، مصنعي الجبن الجاف والنصف جاف والجبن الأبيض بأنواعه، وحدات إنتاج البيض، ومصنع منتجات البطاطس والمرحلة الثانية من شركة سايلو فودز، والتي تساهم في سد جزء من الفجوة الغذائية للمواطن المصري، وذلك في الإطار التنسيق المستمر مع جميع أجهزة الدولة وخاصة وزارة التموين والتجارة الداخلية للمحافظة على الاحتياطيات من السلع الغذائية والاستراتيجية. سيادة الرئيس، طبقاً لتوجيهات سيادتكم، فإن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لا يتوقف عن الحلم في تنفيذ المشروعات القومية في شتى المجالات، والتي تساهم في بناء الجمهورية الجديدة لمصرنا الحبيبة بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية. رؤى فيها الالتزام بالاشتراطات البيئية والتي تسهم في الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من التلوث والانبعاثات الضارة. فقريباً وخلال هذا العام سنشهد افتتاح العديد من المشروعات القومية في مجالات متعددة: مصنع إنتاج أجهزة الري المحوري بالشراكة مع القطاع الخاص، ومجمع الأسمدة الأزوتية المتكامل، ومصنعي إنتاج الرخام والجرانيت، ومصنع إنتاج الكوارتز الطبيعي، ومصنعي التركيز والفصل للمعادن الصخيلة من الرمال السوداء. وجري العمل حالياً في مشروعات قومية أخرى، منها مصنع الإنتاج الفلسبار والكوارتز الصناعي واللابيتك، خلية السيليكا صديقة البيئة، ومصنع الأسمدة العضوية، ومصنع لدباغة الجلود بالتعاون مع الجانب الإيطالي، ومصنع لإنتاج الكيماويات المستخدمة في دباغة الجلود بالتعاون مع الجانب الألماني والهولندي، ومصنع لإنتاج الجيلاتين الغذائي والصناعي، ومصنع لإنتاج الأمصال واللقاحات بالتعاون مع الجانب الأمريكي شركتي يوفاك وميفاك، ومصنع لإنتاج الضمادات الطبية بالتعاون مع شركة بي آي إل الكندية، ومصنع مشتقات البلازما بالإضافة لإنشاء وتشغيل 20 مركز للتورع ببلازما الدم بالتعاون مع شركة جريفولز الأسبانية الرائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى مشروعات خدمات الاتصالات من خلال الحمل التجاري للقمر الصناعي تيبا 1، وإنشاء وإدارة أبراج الاتصالات بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الحضور الكريم، إن التاريخ سيتوقف طويلاً متعجباً أمام التجربة المصرية النابعة من قوة وإرادة وصلابة وعزيمة شعب مصر، شعب مصر الأبي الذي أدرك بحسه الوطني أن مستقبله لن يبنيه أحداً غيره، فصبر وتحمل ومضى في طريقه رافعاً شعار نكون أو لا نكون. وقد رأى العالم كله كيف تحولت مصر في أعوام لا يتخطى تعدادها أصابع اليد الواحدة، من فوضى خلاقة تكاد تطيح بالأخضر واليابس إلى واحة من الأمن والاستقرار. فما تحقق على أرض مصر من نهضة اقتصادية وعمرانية سيكون مرتكزاً للانطلاق لبناء الجمهورية الجديدة التي يسودها العدل وتعلو فيها قيمة الإنسان المصري. سيد الرئيس، إن الطريق ما زال أمامنا طويلاً، وما تم تحقيقه على صعيد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هو مجرد خطوة على طريق بناء المستقبل الذي نسعى لتثبيت دعائم استقراره ولتحفظ للمواطن المصري كرامته والحفاظ على مقدراته وتوفر له أفضل الظروف المعيشية. لقد وفقنا الله عز وجل في تنفيذ هذه المشروعات بدعم ومتابعة سيادتكم ومعاونة أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة وتعاون الوزارات وأجهزة الدولة، كما أود الإشارة إلى العمل الجاد الذي قام به الرجال الشرفاء من الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية والشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات ورجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لما يبذلونه من جهد وعمل دؤوب لتحقيق هذا الإنجاز. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد استعراضنا للمشروعات الجديدة التي تضيف رصيد يصب في خانة الاقتصاد الوطني، نعاهد سيادتكم ألا تتوقف عجلة البناء بنفس الروح والإصرار والعزيمة حتى نصل في النهاية لتحقيق الأهداف المنشودة التي تصبو إليها مصرنا الغالية. حفظ الله مصر وشعبها الأبي من كل مكروه وسوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيامكم.